سنة كبيرة أقصد. أنا في البيت. إيه حسيت حسرت يوم قلت فطور، على حسيت كذا. عودنا فيها، عودنا فيها، أنا عود أقسم بالله، لا أنا عود، والله أنا عود عليك حركات، أقسم بالله لا أني ما عاد صرت أحبها. أنت غيروك العرب علي، أقسم بالله يا صقر. حق يا خرني ورعيني، قاعد يحزم شنطة، وأمي باقي وأمي باقي تحشيل سندويش جبنة. طيب انتظر عشان نودي انا وياك. ايوه في ذمك مطول، حتى انا اقسم بالله اني مطول مدارس وكذا، جدول وضحك وناس، وتفطرنا انا واخوي محمد وكذا وضحك. ايوه والله الله يطول عمرك ويسعدك ان شاء الله. يا ابي تفطرنا يا ابي، يا يما خلاص لا عاد تحشي سندويش، يا يما وقف وقف خليه لبكره. لا خلاص انت عساني في دوجك، الله يطول عمرك كويس. ايش تقول؟ اقول علومك. ايه اسمع اسمع، ايش رايك اجيك اخذك على ما ايش اسمه، على ما يخلص البريء. لا بجيك انا، يلا. لا ايه امتي تبغى يصير الحين المدرسة الساعة 6، 6:30 يعني كذا 7 يعني. انا اهم شيء عندنا احنا ترى، انا وابوي وامي اهم شيء عندنا في محمد انه تكون نفسيته كويسه وتكون نفسيته ايجابيه، وانه ما يا اخو محمد الله يسلط عليك، كيف جيت؟ عقب يا ورع الله يا ابا وجه العدو. خلاص خلاص يلا بجيك، الله يبارك وجهك، خلص الورق يعني قد حزم شطة وخلص. خلاص جايك، يلا يلا. شبك خوف، شبك خوف انت، شبك خوف. ما شفتني لا في ذمتي، ما شفتك مالك يا اخي. واحد قد بيخش يقول كذا، يقول مع الباب صح؟ يا سواقين اشوف اسمع. ايوه يا سلام عليكم، تخش تاخذ عقل اخوك. هم يا قاعد طق 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 صفقت. يلا جاي جاي، ابشر يمه، دقيقه يمه دقيقه. طيب انا مالي رب، احس اني كي تحسست، قلت تخلوا برع يجي يفطر. ليه طيب انا ليه طيب ايش ذنبي؟ عشان ما بروح مدرسه يعني ما في فطور. يعني عادي حتى لو قالت على افطر، يعني ما ابغى افطر بس كذي يعني. دقيقة نروح نحمي السيارة على ما يجي الولاد.
خوف الحين فيه؟ ايوه كويس. عم بقول كذي قبل يموت يوديني ما سكن يقول كذي. الله 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 عليك الله يحسن. يبقى يدق البؤري يا اخواني كانه يدق قلبي اقسم بايات الله. كانه يدق قلبي ذاك كذي. انا يمتي ازعجت العرب نزل البصر ما تزعجنا هني دقدق البواري قدر ابو كذي مالك عجل يا ولع لازم نظبط نفسية محمد خوي بجو رومانسي وأشياء حلوة. عجل اركب ورا 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 ايوه اهلين ابو علي اهلين 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 صباح الخير. ارفع رباتك ارفعها صباح الخير صباح الخير. افضل اخ يودي اخوه المدرسه صح. تسلم تسلم. متحمس الدراسه يا ابو علي شاطر. على صوت صباح والنبش جات هادية شادية. يا سلام ذكريات يا سلام. كيف معنوياتك ابو علي ها معنويات كويسة. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك. جاهز جاهز الدراسة وجاهز الاجتهادات كويس. بطل حمودي يا اخواني بطل. عطوا حمودي دي بيستاهل عشان روق ابو علي روق. كانك رايح طول العمر السلامه مو برايح المدرسه. كانك رايح ايش تبى تستلم شهادتك وداخل كليه الطب ان شاء الله ولا باذن الله. اوكي ايش مستقبلك يا ابو علي باذن الله ها؟ ايش مستقبلك؟ ايش بيكون مستقبلك باذن الله اذا كبرت؟ ايش هو؟ سيارة. ما قلت شو تشتري يا ابو علي؟ اقول ميدك باذن الله اذا كبرت شو حاب تصير؟ قول عسكري زي هذيك البنت اللي مقابلك ودي اصير عسكري صح؟ وش تبى تصير؟ مطعم. يا ابو علي انا ما قلت استمتع يا ابو علي استمتع. انا ملعون جيت دكتور ابو علي ان شاء الله. لا متى تعذرون يا اخوان لا متى ارضوا بالواقع. وانت تقولوا توا صاحي توا كذي لا متى تعذبوني يا اخوان تعذبوا. ورعنا ما شاء الله عليه فنان ورعنا مجتهد كويس. ما شفت احمد رحيم مودي اخوه عبد العزيز
يوديه وكذا منفذ على ما شاف كنت مروق ومستانس. ايش تقول ميدي؟ كلمه توجهها له. ايوه ارحب يا حايل ارحب. ايش تقول ميدي؟ تعرف عبد العزيز رحيم ذاك عزيز رحيم؟ ايوه تعرفه؟ دائما هو روح ماذا صوي يبكي كذا زعلان منفس. ايش تقول ميدي؟ ندل تكفى بين هالف كيلو ما عليك روق. ها؟ ما انتظاري اعتذر سب الرجع ماخذ نروق سب الرجع سب اريح بي حمد باشا اخوانك الصغار ذاهبين المدرسة ومروقين في السادسين شوف يا اخواني احمد باشا كيف يعطيهم دافع معنوي الاخوان الصغار يعطيهم دافع معنوي دافع صحيح محمد تسلم يا حمد باي تسلم تسلم الله ينحف من وزنك 30 كيلو هيا انبسط في اليوم محمد مو طيب محمد كيف انت مستانس انك معي ايه بنروح نطقك بحمديات ونطقك مبسط ونطقك بحياة حلوة مخدوم روق يا ابو علي روق استانس يا حامد ما بد يا غبي احول ولا قوه لا تفهمني صح دخيلك وانا ادري في الامور سهلاتك يا اخوك يا صقر انك تتابع بثي اخرج ما في بس صاقة ايوه شرابيت قد قريب عندنا حل عندنا علي حي خلينا نشوف الرجل هذا هو بيعزمنا على فطور يا ابو علي كالرجل هذا عزمنا على قهوة ولا قال قلطو انت معي مع الرجل هذا ونعم وخوانا ونعم من كان ما قال يا ولد قلطو فهمت معي فهلامته ورخمته وعز الله انا خوانا رخمه فهمت بننتظر انا وياكم نشوف وقف اسرع قال اسرع خلنا نشوف الراديو ونجس النبض اخرج قلت ما دخل قال يلا خلنا نشوف ابو علي ونشوف الامور ونشوف الدنيا وش السيارته كامري يا ابو علي ايه عندك اختبارات اليوم واجبات شيء أنا جاء خلنا نشوف نجس نبض الرجع ما يا أبو علي اسكت لا تقول شيء خلنا نجس نبض الرجع اصبر هلا حمود السلام عليكم سلام مرح طيبين الله يعافيك وش الحال الله يطول عمرك هلا بكلج ايش العلوم طيب طيبين طيب ليش ايش الشنطة دي رايح المدرسة ايش بالشنطة ايش أبو علي محمد عز الله خوينا نفس اللي قلت لك اسكت يا تعلم اسكت صح عز الله نيش قولها عايد نيش قولها عايد ما عليك منه عادي يقولها يا صقر عادي ما تخبط بدي انا عادي يقولها يقول ايش نيش يا محمد ولا قلطنا ولا عزم ولا فعد ضرب العزيمه قال اذا قلت على قهوه ولا قلت على صح يدور عزيمه ودي المدرسه ولا صح يا ابو علي مو بوقت عزايم
يا مرحبا بك يا ابو سعد. سيد في خط في خط في خط. روح روح. يمين. الله يحييك يا ابو سعد. مرحبا بك ومسهلا. وين بتفطر؟ باقي برا برا. حمودي تدري ان بنفطر وبالفيلا وبنروح نتمشى وبنروح ننام وانت بتروح المدرسة. تدري؟ لا حول ولا قوة الا يا اخوان، رفعوا الطاقة على الصقر. قاعد يسبب نفسية لولد صغير توه مشتت الدراسة. حتى المدرس زعلان بيجي لك. لا 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 لا. لا. محمد رجال ومحمد اموره زين. اخت راح نبقى بمر البيت الحين. تدري ان بنروح ننام بعد ما نوديك؟ تدري ان بنمر البيت نروح بوقي معنا. اسالك اي تو دق علي. لا كذا رجعني. ليه؟ ما قبل بوي. ونعم بلاكر قبل عزمه. ما نروح مع مدرسه. ما مو مدرسه بنروح ننزل محمد وباقي عندنا اشغال خلاص. ما عاد بدر. من؟ يروح معنا بعد. لا بدر عنده شغل. علومك ابو سعد. ما رقدت. كيف انت؟ والله بخير. مرقت وين الموضوع؟ أقولت ترى شوف عن البث وبتكلم ولا بتنفذه؟ سؤال بس بنفذ تحدي أنا بصبر بصبر لا أقول تفضح أخوك هني طب العرب طب العرب أنا مو قلت شيء أنا ترى هذا الحين ساكت طيب إيش بتفطرني بعدين؟ أفطر كم؟ صل على النبي ما راح موجود الزبدة أخوك الصغير طيب الصلاة صل على النبي صل على النبي خلني أعلمك بعلمي دراهمي كلها في السيارة ما بيجيب ولا ريال قبل تبدأ وتكمل يعني فهمتك ما فيك غسل مش فيك معك وسعه عمودي كم معك ورني شوف تعاون ما درى مني نعطيه هذا الحين طقر بحنطيات يزبنه ابغاك يا ابو سعد بما انك خبره الاشياء هذه نبغى طق الحين بحنطيات نبغاك تزبن الرجال ويسلم التفتيش تقعد تسنع الرجال يا ولد ايش تدرس عمودي لا ما يمديك قاعد تقرون يلا تسلط عليه عقب يا رخامه تعقب تعقب والعلامه وكذي تعقب تعقب سود الله وجهك تعقب 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 الخمر تعقب صقر خونا علي قفل الشيب نجيب العيال نجيب العيد صقر خونا يا اخواني ابني ادم ما تبغى تابعين؟ ايه ما تبغى ايه عارف يا محمد فهمني صح ايش تقول؟ ما تبغى تابعين؟ متابعين؟ ايه ما تبغى تحبوا مطلع مصامة غصبا عنك وطرق من فوق خشمك ولا ان المقطع هذا بينزل في التوك توك وفي اي مكان وفي كل مكان انت ماخذيني وبيوصل سعد بن مبارك سعد بن مبارك بيوصل له طيب ماذا لا تعطي السجل المدني اختر واحدة منها طيب قول لا اله الا الله اذكر الله انتم ماخذيني تفطروني ولا تهددوني ما ادري اعتبر يا حمودي تهددوني ولا تفطروني واد العن جاك يا طرق من فوق خشمك وغصب بتحبهم ولا طلال بالتراضي المقطع هذا ما يقعد انه ما يقعد حارتي ولا يقعد ايه سامحوك 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 يا حمود قول برعوا مشوا الامور خلاص ايش بتعلم تذكرهم انت اخواني يا الحين كم موجود كم موجودين اخواني زبط الموقف اسمع خلوا يعني سلاح معنا اسمع سامحني بالتحدي نظارك لا واحدة بعد بس ما قدرت شوف انا البس انا بجهز من الحين عن حق تكلم فيني ما فوق راسي خلاص كيف ودك اسحب على المدرسة بنت وسط والله ما عندك على ودنا افطر معنا يا حمود بنرجع بيت ايش رايك خليني اترك انا ايش رايك ما عندي رقم بوي ما عندي رقم بوي انا طيب بلا عاد جوالك في رصيد ما يعرف رقم قصدك لا في رصيد لا ما عندي رصيد هذا يا ادمي لا تفضحنا لا تقولين هنا انا ضبط رقم وطلع لي حط على ذنك ما يعرف لا لا ابوي ترى ما يعرف
ما يرد، ما يرد على رقم مجهوله. ايه ايه متطور الوحيد يدمتك. ليه ما يرد؟ عادي ساعده الافراج بتنقطع من قدام. يا طيب بقول السلام عليكم. عليكم السلام. كنت معي؟ كيف حالك؟ بقول ابي صقه ساعدي. يقول ما انا ابو محمد او مدك ابوي بيستحي منك كذي. ودك ورق عندي قران. انت كم درست معي؟ يعني انت ودك بالدراسه يا ابو علي؟ لا والله ابشر بس سعد. والله انا امس اني درست. امس؟ طيب تدري اني بعت السيكل صقر؟ عندك خبر؟ والله ما تاخذ شيء. هو يلعب 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 لا 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 عيب ما يسوي الحركات الحلوه. ما يسويها في النطه ما يسويها. قصدك صقر خضاف؟ ايه. طيب تدري ولا قصدك لي؟ لا لا هو يقصد هو تقصد لي؟ لا لا. ايه حاسه. طيب حاسه. تدري انه يسمع الكلام صقر اكثر منك؟ ذاك اليوم يوم كنتوا في تنوم والنماص هو خاف منه اسعد عشان ما يضربه. حتى الايباد عقل هو وانت كنت تزعل وتضارب ساعة وتضارب. بيجيب بيجيب العيد. اي بيجيب المعز. بيجيب المعز. بيجيب المعز. بيجيب المعز. اي حاول. يا سلام. محمد افضل واحد في العالم صح؟ قول صح يا كلب. قصة صح يا لوفا. اوه ما قلت سمعت قصيدة حقت الجمس؟ لا هات. اوه اسلم بقى اعطنا قصيدة. لا فداك انت اعطنا قصيدة. عطنا واحدة واحدة واحدة. ما في واحدة. واحدة. ما عندي. ولا قصيدة؟ ولا قصيدة. طيب اسمع. قد طلعت في اذاعة. اذاعة لا صفوك في الصبح. لا. ممكن تخبط الدنيا. ابغى اشوف. قد طلعت في اذاعة يا ابو علي؟ لا. اذاعة اذاعة تهرج فيها. في ذمتك عجبي رجل. لا لا تعال انا عجب. محمد اثبت اقهر. انت عجب. انت عجب ولا لا؟ انت عجب. ايه محمد محمد اسمع اسمع ابو علي ابو علي عشان تقهره ايوه وينقهر ايوه يقرا حاجه ولا لا ما يقرا حاجه. لا 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 هلا كم تبغى يعد من واحده كم؟ الى 30 بس عد يا محمد. 1 2 3 4 5 صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يا سلام عليك. ها عشان نثبت له زياده تبع قصيده قصيده ولا يقرا لا خلاص صل على النبي اذا قال قصيده كارت له له 10 ريال. اسال اوه ما اعرف قصيده. صار عندي 20 ريال. انا ما اعرف. طيب اسمع. طيب شيله 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 ها اطرح اضرب بال 10 بجيبك سد. ما اعرف ما اعرف. مباشر على احمد صديق. ما اعرف ما اعرف الله يحفظك. لو ايش تعرف؟ اليوم حمودي مودينا المدرسه على ابو علي. كيفك؟ طيب. شو اخبارك؟ طيب. طيب. شو لونك؟ شو اسم امك؟ بس بنتين يا ولد. ليه ما تعلم باسم امك؟ ما شاطر محمد علمك شو اسم امك؟ لا لا وجه الولد البنت عادي اسم امك البنت. طيب خلاص طيب شاورني. طيب شو اسمها؟ اسمها امهات. شوفوا يا اخواني كيف صقر سعد يضرب ولد صغير. صقر سعد يضرب ولد صغير يا اخواني ما يستحي على وجهه ونعم يعني. طيب المدرسه في سامر ولا وين؟ ما هي بحمسه يا اخوان احسن بس تادي تادي. طيب علم بالاسم صح؟ لا عمسه عمسه ايوه ونعم اسم سبعة نعم. الله يطول بعمره يا ابو سعد. اللهم امين. خليهم يدعوا لهم. خلنا نستفيد منك شيء. طيب ادعوا لها في ظهر الغيب يا اخواني. الله يوفقها ويسر امرها ويزيد دراهمها. ويزيد دراهمها ويوفقها ان شاء الله. والله يعطي ولدها طول الصحه ان شاء الله. تكفى. الله يعطي ويزيد دراهم ويزيد دراهم ويزيد دراهم. وسال الله في حق هذا اليوم وسعد الله يعطيك طول الصحه في حق هذا اليوم. قول امين. قول امين. فيها احس فيها
اخو محمد والله اني ما ارتحت لك عنياتكم ترزقون والله ما ارتحت لك والله يلبك. طيب الحين انت بتتماشى عليه قهوه لا طيب ايش ما بمشى عليه امه وتنزل تعطي ايش اللي بيلعب وش والله ما ادوق من عندي منه ليه يا اخي تقول لا يا اخي نفسك خلي ايش كذا يا خلفت ونسيت انا حمودي اعذرني والله ما يمدي احزم يا ابو علي يعقوب بخصر وانا اخو محمد يعقوب ارخم محمد احزم للحين ايش تبغى ايش تبغى يا حمود ايش تبغى محمد اسمع انزل بقاله حلو وباشر لنفسك حلو وباشر لصديقك وعطى الصرافه ما عليك من اسمع باشر لنفسك ايوه واصدقائك وباشر لصديقك احمد احمد منو احمد وصديقك الثاني من هو زيز محمد 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 يا سلام الاثنين روح باشر لهم طلعوا معك خذ 7 ريال روح اوه تعال لا روح تسمع روح انزل لا خلصت اعطني الو عطى الصرافه من دحين خليه انزل روح عمود حبيبي حمود لا تبقي شيء لو صاد يا ابو علي لبك ولا ما شيء سلامه قلبك يا حبيبي الصرافات يا خلاص انا بنزل معك الصرافه خير من كلمه اسمعني هات الصرافه اسمعني ترى ولا تعيشتك يكوش يجوني بس ترى صقر اضربني بصقر يدمر نفسي صقر سوي يا رجال ما قابله بالسنه اللي حصلت يا اخي بس طيب انت قابلت انت لا تكذب العربي يصدق انت في السنه حسه غير تقابله اليوم تكرر في السنه هذه كامله يا اخي في ناس بيصدقونك صدق يا اخي لا لا كذاب كذاب طب الزبده غرض له بالعزبنه كيف اجلس لما تجي زب الحمضيات وزب ممنوع والله اظن سالم ممنوع الحمضيات في المدارس صح انزل معه اخوك دائما ابدي بنزل بقاله ينزل خذ الصرف خذ الصرف معك صرف صرف امسك امسك احنا نتعامل بالكاش كني شفت كودريت اشتري ابو عروق اوه هاي الكاميرا يا ابو علي شي نسبك شي نسبك عصير كيوي وش غيره صديق احمد ما جبت العصير أجي. روح جيب له صديق احمد انسى خويك طيب طيب ابو علي طيب سامي ابو علي ايش ابو عصير خويك جوه في العصير ايش تجيب له اسمع تبغى يحبك تبغى يحبك اسمع اضبطك تعال معايا تعال ايه اسمع خذ ذي بسكوت ذا ايوه هذا قول لي هذا يجيك فيه يا طويل المصامه 8 حبات وذي رخيص فنان 8 حبات عشان لا جيت انت على طاوله تشقهم تفرشونه كذي تاكل منها حبتين حبتين فهمت كيف؟ اضبط الموقف اسمع اسمع جوكم بطاطس بطاطس ما تبون الا انت ويا الشباب كذا يعني في الفسحه يعني اوكي تعال تعال ما ابو علي كيف فصفص ينبع معك ولا ما لا لا ما يناسب حبيبي بطاطس وين يا حبيبي انا هنا يا ابو اسمع اسمع شوف شوف كذا اي احزم 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 دقيقة احزم احزم شو ولا هذي ولا هذا المتصل خلص تمسك كانك رجال شوف انا عندك ايه وري انا اللي يقول رد ايه الطمه 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 الرد خايب من ساعه ولا يكون خايب رد قول مو جو الحركات هذه ايه الخامته يا رجال اسمع ابو علي بزبطك بطاطس كارثه اسمع اسمع شوف اصبر يعونه خذ لك دي يا سلام طب ايش رايك بزبادي
ذي مع بزبادي. لا في ذمتنا فنو ما ام بدأ صح صح خاص بطاطس. اسمع خذك فطيرتي. طيب خذك فطيرتي. ماكي حلاوه. حلاوه. ما تصير ساكت. ايش تنص عجل. الحق على الطابور صباح. يلا يا حبيبي خلاص سكر حاسب ونجي كا. خلاص روح. اركب السيارة ابو سعد. لا عندي ابو سعد. حلفت بالله انا عندي. عقب كم تحب المعدلة. كم تحب ذا المعدلة. لا لا هذه مش كذي. لا. تعال يا حبيبي اعطيك ريال. يلا صقر زبن اغراض الولد. اعطني من الطفايه. اعطني من الطفايه. لا لا كذا جوه هو. اعطني من الطفايه ريال ونص. لأن أكثر الفلوس عندي قروش هذا درهم إماراتية. إيه درهم اللي شرت منه السيارة عارف الرجال. إيه يقول توني جاي مالي يومي من الإمارات. وأنت ما رحت الإمارات؟ أنا لا أنا نص ليلي. علك أبو علي. لا يا رجال غير عجل عجل. امسك 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 بنص صح؟ هذا ريال. وش ليه بنص؟ ماطور تحت. وش هو؟ لبان باطور. ماطور؟ اخي لبان باطور. خلاص باخذ المو. باطو هطا الشر انت راي انقرا بي لزا شو الله يا الله ليوفق الله ليوفق الله ليوفق صغير خلاص امشي امسك امسك احمد عقب يا رجال اشتري مويه من المدرسه وما فيك حياة عقب يا رجال الله يسلط على الشيطان يا رب عطى ريال اشتري من المدرسه هك جيب ريال مويه رجال ما في عقل الرجال ما في عقل عز الله انك صادق يا ابو علي اعذر له اعذر له رجال ياخذ مويه ياخذ كله اعذر له اعذر له يا ابو علي وجه وجه احسب له اجر عند الله عمود يلا عليكم اللسان بس ما تشرب موية البسكة والله اعلم بويا دق دق بوك ماني بدق 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 انا عليه بدق قال والله اعلمه انا اقول العدي اشرب موية البري انا فيك ابو عني صادرنا كارثة يا ولد خلنا نستفيد منك شيء ابو علي وين عم الله بدر مش المقطع بدر بدر ورا هذه يا بدر صادرنا تسلم حبيبي صقر اني بترى بقفل بس انت عارف من والله انا ودي تقفل انا الحين عندي اتعال من انت عارف ايش ايش بع بابك اعطيني المطاره تعال ابغى تسوي اقفل لا عاد المطاره هتلمع هتلمع حلوة هتلمع حلوة لا هتلمع ها خذها كاملة إذا ما بغير عبدك انت ها وجه الله ما تصب موي ونكسها كبيت على الدنيا وكبيت خلاص ما بيموت منظمة الورع ما عاد بيموت ترى ثلاث ساعات ولا أربع ساعات حسستني بسابة حسبت قلت لك محمد ما في برادات في المدرسة دخلك اخويا ايوه اخوك ايوه قول ايش دخلك احنا مره اخوان تعال حبني بصغري يا حمودي حبيبي حبيبي تسلم تسلم خلاص آه! اسمع
اسمه محمد حسن يكفيك نص ولا ما تحسن ازودك يا ولد يا ولد ازودك واحده يا حمودي تحسن تكفيك اهم شيء ما اهم شيء عندي انت امسك كل يا له سكر هو ما كل سكر امسك يلا روح المدرسه ضاعت إن الله اني معلم ذيك مع المرة طيب ترى الساعة 7 ما قلت حسين الا مرة واحدة هذيك انا طولت عادي ها؟ طولت عادي عادي اذا امس انت انا طولت عادي عادي كلا طولت تعال منك والله في النهاية ربطك أنت بدأ يا أخي دقيقة أصبر هيوة وين المدرسة؟ ما بعلم لا وين هني في المكان دي؟ نقول هي هني في الحي دي هذي ورا ذاك ال ايوه صح ما تقول إنه انقبل هني و... ما ادري ما ادري يداوم اسبوع هني يداوم هناك ليش جالس ادرس ادرس الثاني ما ادري حق سلطان حق سلطان انت بتسقط السنه اي والله تاخر على الورق مالع ما خليه صغير مشكله على الله ممكن لك حمود هات الشيء ايوه خلي عندك ورقه حمودي اطلع وراك وحافظ عليه ترى بكلم المدرسين يضربونك ابوي ابوي يا با سلام عليكم كيف حالك الورى طول عمره سلامه قد انفك عقله وجاب هروج الحين جديد يقول الورى انا ما ابغى داوم ها لا لا انا خشبي ابشر الورع يروح المدرسه زي الالف ويولع فنان ويولع كويس مره المال يعبه عباه في المطار او من البيت الله يصلح صقر اخوي خذ المام كبه في الشارع كذي ما ادري انا ضاين عقل يا ولد اي طايح عقله طايح طايح ما دوامه وحصلوا الساعة كم 7 صح؟ أقدر أخش به المدرسة جوا؟ لا قسم المدرسة قسم المدرسة خلاص أمشي على خشم اسمع الجاية كيف؟ علي ولا عليك؟ أبد مخدوم ترى إذا تبغاني أجيب أنا جبته مخدوم خلاص أبد أنت أنت تبالك حب هو رجال هو رجال عند ابوك اسمع تكلم ورعنقله ساعات ابغى طوار لازم تروق ابو علي ابو علي اسمع بشغل لك شيله هنا تسمعي فكر انك طالع من المدرسه كذا ايوه وقبعه مع نص عرفت كيف بالعونه ايجوا ايه انت فكك بينك وبين نفسك بسرعه راح نلتسع عشان عندي قرون اسمع فكك بينك وبين نفسك ارجع ورا وكانك داخل في هده وكذا روق كذا كانك تعاقب خامة منظمه كذا فهمت كيف تخيل الموقف هذا ايه كنت انت بتخبط ايه الحين كنت طالع من المدرسة طول عمره سلامة خلاص يا كذا خير فكر ابو علي تخيل تعال كبر خف كذا ايوه مو بصقر ما قلت لك سوي الشيء ذا قلت تخيل
تخيل وصل مسلم سلم سلم عاش ابو علي تبى نقوم فرة يا ابو علي في المدرسة صح تسمي ابو علي اطلع على المدرسة روق قوم طلع عيونك احزم ابو علي احزم 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 ابو علي احد شيء ابو علي ايه ابو علي راح 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 ابو علي روح استريحون 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 اطلع اطلع فوق اطلع علم ابو علي حضر علمهم علم ابو علي حضر ايه ايه وكذا ايه ايه ابو علي ايه ابو علي خرج من عقله خلاص هو دخل اي خلاص حد هسه وقف وقف قدام السياره تعال حبري يا حمود قبل ما تروح بسرعه تعال حبري يا رجال خلي الحب اخوي صغير خلي ينزل يا رجال اخوي صغير تعال حبري الله يفك خلي حب خلي حب خلي حب خلي حب حب فوق راسي انا هني هني اشوى اشوى الحمد لله ما شاء الله ولا ابغى اسوي يا الله باي حبيبي حمود تعال تعمل تعمل على المدرسه يا ريح باي حبيبي يلا على المدرسه باي يلا باي حمود انت بين نفسك باي في ديتك الله يحفظك يا حبيبي يا حبيبي ودي المدرسه عاد تخلص ليه الساعه 6 عندنا في الوسط لا الساعه 7 ايش انا من يوم درس من اول ابتدائي لين انت من الجيل من الجيل الثاني من يوم عرست عمري ما طلعت طيب بسالك سؤال ما طلعت تقفل لي العرض البث اخ اخوان اخ سولف عادي بينامون وراهم اشغال مدارس الله يحفظهم اللي بيفطر اللي بيروح ولا فاضي الصراحه انا كملي في البث كملي تقريبا 6 ساعات ما تفارقنا للساعة 3 ونص ما امداد 6 ساعات لا لي ساعتين ونص بس احسنها شوي يا اخي لو اعطيهم ابثلهم في اليوم 15 ساعة الله يبغون فكتك لا اسأل اخواني انت تبغون فكتي يا اخواني بالله لا ما نبغى وين بتفطرني؟ خلي البثوث. صدق انت بالعودة البيت ما صور ما منزل من الكزيز. ما في مشكلة تنزل. بدأت الامور بين. ما في مشكلة بدأت ما ابو علي انها بتخرب الامور ولا بينفعون غالي بالبث. لا بي ما ينفعون. ما غرك سويت بكامس وقبله وقبله ما وقبله. ما في مشكلة. اندريت. على ما في خيرك اركبها يا حبيبي الله يطول عمرك. ترى ما عندي اي مشكله تبغى هدى تبغى هدى تبغى تطعيم؟ خلي التطعيم ما في مشكله. تذكر المطعم اللي راح بنسافر انا وانت بدك تذكر بلاك؟ ايه تذكره؟ ايوه نروح له والله كوم اوب اوب ايه مرحبا يا دبي؟ لا بدون ولا مرحبا دبي؟ يا مسافرنا دبي هم يدرون يا اخي هم يعرفون لا ما دروا قد راح لنا كم سنه ولا كم تذكره؟ اي بس مطعمك لازم يبقى له سبع اعتبر انه بنسافر بعد شوي جاهز
الصوت مو واضح يا اخواني. اخواني والله انا جاي اتصال في دم دم، والله ما صرت لا كتم ولا حاجه، لا تظلموني لا تدخلوا فيني، انا بداكم ما تبهتوني، انا بداكم انا بداكم ما تبهتوني، انا بداكم. مجيدك انت اسمعنا في البث يا مجيدك. طيب صلوا على النبي يا اخواني، وكثر من الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، صل على النبي، صل على النبي، اللهم صل وسلم عليه غير هنيه. احنا اخوان خلاص مقفل. اي الله يحفظكم ويسر اموركم ويسر عليكم. ما تدخل لا تدخل اختاميه. لا انا كيف اعرف المطعم مني؟ المطعم مني. لا مطعم سيدي. لا والله مني استغفر يا ولدي. انه مني والله، من سيده مني والله، انه من سيده مني. طعني 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 طعني. خلي لان قلبك مو معك، قلبك مسترخي. تب على خير. ها انا يجيني. لا كيف حالك؟ لا طلب. صوتي واضح؟ على العموم الله يحفظ الوجه ويسلمكم ان شاء الله ويستركم صدري. اللي يقول البث بعد شهر، لا لا باذن الله بكره، اليوم البث بعد اخر الليل، بكره بعد بكره، ما عندنا شيء باذن الله ولا بيجينا شيء باذن الله يا اخواني. لكن عسى ربي يحفظكم. الوعد الوعد عهد، يربطني يربطكم يا اخواني. والله ما الدنيا هذه نسيت اليوم العزيمه تابعت العشاء. والله يمديني ابت على اخر الليل باذن الله. هذا هو المطعم صح؟ اي والله شفت اني صادق. لكن عسى ربي بعد اربع ايام. بعد اربع ايام مع البقفل يا اخوان. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. خلاص صقر ذا يا اخواني. ايوه مالي ادعوا عليه انتوا معي، لكن الله يحفظ الوجه ويستركم سكنه ويسر اموركم. شكرا لكم، بيض الله وجيكم، الله يحفظكم بحفظه. لا نقول لكم وداعا لكن باذن الله. شوف الاسم اللي قال اسم امي. عرض وجه الله ان ينسوا وجه الله. عرضهم عرضهم وجه الله. استغفر الله. شو اقول ميتهم؟ تكفى يا رجال. شو اقول ميتهم؟ ادري الله يسامح. من اللي قال اسم امي يا اخوان؟ من امس امس انا انا امس امس يضحك. اقفل البث، فرمت البث. فرمتك؟ فرمت الرسائل، فرمت احتفاء الرسائل. وين اسم امك حمزه؟ اسم امك حمزه. لا يا رجل شاعر شاعر الربع، ترى الرجال يمزح ولا الاسم كذا. اي صدق لازم تقول لي. ترى لازم تفخر، لا تفخر باسم امك. شرف. ادعو دعوه. ادري خليهم يغيرون الكتابه ذي. ادعو دعوه الله اكبر وتكبير وتسبيح. الله اكبر وسبحان. اكتبوا كتابه كذا بسرعه. القيامه انه ما ينادونك صقر سعد. ايش ينادونك؟ ايوه خلاص دريت. صقر عبس. ايوه دريت. وانا ينادوني ايش؟ ايوه سعد ايش؟ اقول اني اي عادي والله. ايوه قد رحت بعد قد سلمت الملك. اسمه شرف وفخر. شرف وفخر لكن ما قالوا افتح بث وقول اسم امك. ما هي ما قالوا الدين. بس ما قال الدين ما قال لك. بس لا اجاك واحد الحين. اجاك واحد سامح عن اسمك. شو اسمك؟ من هو الواحد هذا بالضبط؟ سعد علي. سعد علي. وش تبغى؟ ايش اسمك؟ وش تبغى بامي؟ انت تعرفني انا اسمي صقر. طبيعي. طيب بس اكتب انت شو اسمك؟ امك. تعلم ولا ابو؟ علمت كذا. تعلم ولا ابو؟ ها؟ هاي ولد عمسه. ترى والله ما ينفعونا والله. انا عادك بربي بعد ما قفل. انت يا اخوان عسى ربي يحفظكم بحفظه ويستركم بستره. استروا على ما وجهتم والله يحفظكم بحفظه. وانسوا كل شيء. انا اقول لكم لكن نلقاكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. قولوا انسوا كل شيء. خلاص وكلمه طيبه. وقعدوا بالعافية. الله يحفظ الوجه يا اخوان. فما الله. انسوا ولد عمسه. فما الله.